شفت الاستقبال، شفت التحية للأسطورة لصاحب 37 سنة. وددت وكم تمنيت وكم حلمت أن أعلق على مباراة يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ أني الآن أصبحت معلقا. نعم أصبحت معلقا الآن بعدك يا أبو تريكة. أعطى أنه اللاعب العربي ممكن يكون حامل قضية، ممكن يكون صاحب مبادئ وصاحب مواقف. برافو بوتريكا اللي في 2006 ممكن الناس نساو بان الحملة الدنماركية على الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمل قال إلا رسول الله. المرة هذه بوتريكا يواكب الأحداث كما نواكبوا فيها ويقول تضامنا مع غزة. دايما القضية الأساسية واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية، هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي، عدو ظاهر ما ادخلش في تفاصيل اخرى جانبيه. ودايما الواحد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايا بتكتبها قبل الموت. انا من ضمن الوصايا اللي كاتبها ان التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزه يكون معايا في الكفن. شكرا لك ابو تريكا، ابو تريكا يا كبير، ابو تريكا يا معلم، ابو تريكا انت المعلم وستبقى المعلم. فاذا كان حب ابو تريكا ارهاب فاعتبروني اكبر ارهابي، واذا كان حب ابو تريكا جريمه فليشهد العالم على جريمتي. هنا من غزه نقولها لارهاب القلوب، لا تحزن فان الله معك وغزه معك وفلسطين معك. ما فيش لعيب من اللي بيلعبوا في النادي الاهلي حس بعيالنا زي ابو تريكا. تكفى الوحيد اللي حس بعيالنا وحس بقلوبنا. انسان طيب وحنون، ربنا يكرمه يا رب، طول عمري بدعي له. من اول عيالنا ما ماتت لغايه النهارده، هو مش بعيد عننا بس بيبعت لنا عن النت. شوف الدنيا بعيده عليه بس فاكرنا كابتن ابو تريكا. اخر مع ابو تريكا عملها معانا ساعه ما كنا في عيد الام، خدنا كل الأسر في أوتوبوسين وبجاشين على فوق الراحة. أبو تريكا بيسأل عليكي برضو، أنا عارف كان بيتصل بيك على طول وبتطمن عليك. كان وكان بيجيل البلد. كان وكان بيجيل البلد وعرفت إنه جه المقابر لمحمد كذا مرة. من غير ما يقولك؟ من غير ما يقولي. بجد؟ من غير ما يتصل. وناس كتير قالت لي ده جه وفرق فلوس كتير على الناس الغلابة. على راح محمد. ومن غير ما يتصل حتى عليا ولا يقول لي. الناس اللي خدت فلوس اللي جت قالت لي. انا ابو تريكا كان في الغرفه في الاوضه، في اوضه اجتماعات كده كان بيقعد فيها ما شاء الله، كان بيبقى معاه اجنده كده. انا كنت دايما بلف حواليه كده اساله ايه الاسامي اللي مكتوبه فيها دي. دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوحه كتير. كلام جد؟ انا بكلمك جد والله العظيم وحياه ولادي زي ما بقول لك كده. كان بيمسك الاجنده، كنت انا دايما بس يقول لي لا ما مش هقول لك ايه. ليه في يوم كده فبقرا كده فبسال الولد اللي بيودي الحاجه. قال لي دي كل دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوحه وبيبعت زي الاوردرات كده، بيبعت للبيوت كل شهر. كابتن محمد ابو تريكا ده ما حدش كان بيشوفه بيعمل معانا ايه كناشئين احنا طالعين. كابتن محمد ابو تريكا انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه، والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها للناس عندنا في الزاويه. ابو تريكا يضل واحد من أشرف وأكثر الناس دماثة خلق واحترام قبل الموهبة في الكرة المصرية. يكفي أنه تشوه وتصدرت أملاكه وتحجزت فلوسه والراجل ما فتحش بقه، طول الوقت ساكت ومحترم وملتزم. عشان كده بقول لكم اللي عنده دليل ضد أبو تريكة يطلعه دلوقتي أو فليصمت أبدا. بحب بلدي لان اللي صنع اسم ابو تريكا صنع اسم وقال الناس الموجوده في الشعب المصري. انا بحب الشعب المصري، بحب مصر ومش محتاج لهتافات الناس اشكرهم عليها طبعا، انما مصر ستظل في القلب.
مصر لو طلبت مني عناية وقلبي أنا تحت أمرك.